أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مبادرات السلام لحل الأزمة في اليمن. هل تحمل حلا أم تؤجل الصراع؟ على الرغم من أن المسار السياسي للأزمة اليمنية والطامح إلى تحقيق السلام في البلد لم ينتج شيئاً ذا قيمة منذ انطلاقه منتصف العام 2015، إلا أن مبادرة السلام لم تتوقف بين فترة وأخرى. تظهر مبادرة جديدة تتشابه تفاصيلها مع سابقاتها من المبادرات، وكأنها جميعها خارجة من مكان واحد أو بإعاز منه. يقول أنصار هذه المبادرات وصانعوها أن المشهد اليمني يبدو في العام الثالث للحرب مهيئ فعلا للسلام بعد أن عجزت الحرب عن إنجاز مهمتها. أنهك الجميع وأصبحت الأزمة الإنسانية القائمة تفرض الجنوح للسلام، وهذا هو الوقت المناسب لتتوقف الحرب وتبدأ ترتيبات الحل السياسي. بالمقابل يرى المعترضون أنهم ليسوا ضد السلام من حيث المبدأ، لكن هذه المبادرات ليست أكثر من محاولات لإعادة ضبط المشهد اليمني على ساعة الانقلاب، وتجاوز ما حدث وكأنه كان مجرد حرب ثأر بين قبيلتين وليست حربا أسقطت الدولة وفتتت المجتمع، وتحتاج إلى أكثر من محاولات تغطية وإعادة إنتاج قادة الحرب وأدواتها. يقول هؤلاء أيضا أننا لسنا بحاجة إلى مبادرة سلام جديدة، وكل ما يحتاجه البلد الآن هو تنفيذ القرارات الأممية السابقة. فلماذا تدور هذه المبادرات بعيدا؟ ولماذا يعمد عرابوها إلى الانسياق وراء رؤية الانقلابيين؟ المثير في مبادرات السلام المطروحة هو تجاوزها لكل الواقع القائم عدا حقيقة واحدة يأخذونها في الحسبان، وهي التعامل مع سلطة الانقلاب كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، وهو ما يثير تساؤلات عن هدف هذه المبادرات ومآلاتها والأطراف التي تقف خلفها. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من تعز الدكتور فيصل الحذيفي عبر الأقمار الصناعية، ومن البحر الميت الدبلوماسي السابق مصطفى النعمان. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك الدكتور فيصل. هل ينقص اليمن فعلا مبادرات سلام أم ينقصها إرادة سياسية لتنفيذ المبادرات السابقة؟ مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات والجمهور الكريم. الحقيقة السلام كمبدأ يحبه جميع الناس الطامحين إلى السلام، وخاصة الذين طحنتهم الحرب، لكن طرح مبادرة السلام تطرح سؤال: من هو الذي يتبنى هذه المبادرة؟ فلو عرفنا مصدر هذه المبادرة سيكون للتحليل اتجاه مختلف. فمبادرة السلام، هناك أكثر من مبادرة كما أشرت في مقدمة الحديث. للأسف في صدى صوت، إذا استطعتم تصلحوا من عندكم. نجد بأنه قبل عام هناك مصدر من النظام السابق الذي شعر بأنه آيل إلى الهزيمة في تعز، مرر مثل هذه المبادرة تحت شعار فتح الحصار عن تعز، وكان رئيس هذه اللجنة محمد عبد الله بن نائف، وبالتالي قدم استقالته لأن هناك جس نبض وهناك شعور بالهزيمة. ولئن الحرب لا تسير وفق المتوقع، فقد أعطتهم مبادرات أو الحوار في الكويت نفسا آخر لحصار تعز. في هذه الآونة قبل فترة بسيطة تداول الناس أو تداولت وسائل الإعلام والجمهور المبادرة التي جاءت من مصدر واحد عبر سلطان البركاني وعبر حمود الصوفي. هذه هي المبادرة الأكثر التي تستحق النقاش الحقيقة. نعم، سنأتي إليها في النقاش دكتور فيصل، لكن يعني
بشكل عام، يعني هو ابتداء، يعني هل فعلا ينقصنا مبادرات سلام؟ لاننا نرى اكثر من طرف يعني يبادر تقديم افكار وتقديم خطط للسلام، هل فعلا ينقصنا هذه المبادرات والخطط يعني في اليمن؟ الحقيقة مبادرة السلام لا تنقصنا، لأنه الأطراف المفتعلة للانقلاب والحرب لا تريد هذا السلام. نعم طيب، هذا واضح يعني. طيب نحن الآن داخلين في سنة ثالثة حرب انقلاب، وبالتالي كيف يمكن أن نحقق سلاما مع طرفا هدفه الأساسي هو أن يبقى وأن يحكم بالقهر؟ نعم. ماذا عن رأيك أستاذ مصطفى النعمان؟ أرحب بك وأنت تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من البحر الميت. يعني هل فعلا تعتقد بأنه اليمن ينقصها مبادرة السلام وخطط السلام؟ القصة مش زيادة أو نقصان، المسألة أنه هل يحتاج الناس إلى وقف لهذا النزيف أو لا؟ من أي مصدر كانت هذه المبادرة؟ نحن نبدأ المشكلة فينا نحن اليمنيين، نحن لا نناقش الفكرة، نناقش من الذي جاء بالفكرة. ما أحد يتداول الفكرة ويجي يتكلم في تفاصيلها، الكل يقفز من الذي طرح الفكرة ويبدأ يشكك في مصدرها. مثل ما قال الدكتور فيصل، الحرب هذه في تأثر لها سنتين. طيب خلال هذين العامين هل حقق أحد الطرفين الانتصار الذي كان يتوهمه؟ لا جانب الحوثيين وحلفائهم ولا جانب المقاومة ومن معها استطاعوا أن يحسموا المعركة. هل يدفع؟ وبعدين أنا شي أسأل سؤال، هذان الطرفان كم يمثلان من المواطنين في تعز؟ ما حد يجي يقول لنا مثل الأغلبية وأنا أمثل. من الذي أعطاك هذا الحق أن تتحدث بأسماء أبناء تعز؟ سيان كان سلطان البركاني أو غير سلطان البركاني. نحن نبحث عن مخرج لأبناء تعز الذين يعانون من هذه الحرب. ولا أليس من المنطقي أستاذ مصطفى، أليس من المنطقي من الذي يدفع ثمن هذه الحرب؟ نعم. قادة هذه الحرب، وإحنا نعرف يا أستاذ كلهم مستفيدين منها، كلهم أثروا منها، كلهم صار عندهم المئات الملايين مقابل الموتى والقتل الذين يقتلون كل يوم داخل تعز. طيب أستاذ مصطفى، هذا كلام عام موجود في كل الحروب في العالم وعبر التاريخ، مسألة تجار الحروب والمستفيدين من الحروب. نحن نتحدث الآن عن حرب واضحة أمامنا، معروف مفتعلها ومعروف أسبابها ومعروف بطبيعة الحال يعني أساليب يعني الخلاص منها. يعني هناك انقلاب هو ما أدى إلى الحرب. يعني ألا تعتقد بأنه المساواة والنقاش حول طرفي الحرب بهذه الطريقة، هل تعتقد أنه ممكن أن نصنع سلام؟ أشوف الذي يتحقق الآن، الانقلابيون والسلطة الشرعية يتحاوران، لأن هذان الطرفان يبحثان عن سلطة. كل من يدعي غير هذا هو واهم. عندي طرف اللي يتباحثوا عن إيش الآن؟ الذي كانوا يتباحثوا في برلين والذي كانوا يتباحثوا في الكويت، هل كانوا يتباحثوا من أجل فك الحصار عن تعز؟ هم كانوا يتباحثوا كيف يقسموا السلطة مرة أخرى. طيب على إحنا نتكلم، وضعت مبادرة لتعز إخراجها من هذه المأساة. كيف نستطيع أن ننقذ تعز ونخرجها من معادلة الصراع على السلطة الدائرة في صنعاء؟ طيب دكتور فيصل الحذيفي، يعني الأستاذ مصطفى يتحدث بأنه لماذا نتوجس من مسألة من يقف وراء هذه المبادرات؟ يعني المشكلة هنا، أو يعني ينبغي أن يتصدر أولوياتنا واهتماماتنا هو إنقاذ تعز مما هي فيه، وبطبيعة الحال اليمن بشكل عام. هل فعلا يعني ترى بأنه مسألة من يقف وراء هذه المبادرات أمر ثانوي أمام الهدف النبيل الذي يعني يتبنونه؟ الهدف نبيل، نحن اتفقنا على ذلك، لكن من الضروري جدا أن أعرف بأنه لا يمكن أن تكون المبادرة من محاصر تعز ومن قاتل الأطفال في تعز أن تكون مقبولة أصلا لدى الجمهور ولدى الناس. يعني إذا أرادوا إنقاذ تعز فهم فرضوا عليها حربا وحصارا فلينسحبوا. أتت القوات من صعدة، من ذمار، من بني حشيش، من صنعاء إلى تعز. تعز لم تذهب إليهم لتحارب، وبالتالي فرضوا حربا على تعز ويطالبون السلام لتعز. يعني هذه كارثة. يعني أنا أتفهم مثل هذا السلام أن يأتي من طرف دولي وحوار في الكويت، لعل هذه المؤسسات الدولية تضغط على أطراف الصراع لإنقاذ المدنيين، لإنقاذ الإنسان. ولكن كما ترين إنه حوار الطرشان، والإنسان اليمني هو الضحية.
ليس في تعز فقط، تعز لأنها فرضت عليها حربا خاصة إلى جانب الحرب حصار. يعني أريد أن يذكر الجمهور الكريم أو أن أذكره بأنه تعز لم يفرض عليها الحصار حينما كانت عمق تعز بأيدي الانقلابيين، وكان ممر الجامعة، المرور، النصيرية، القلعة، الجمهوري، العسكري، جولة القصر كان بأيديهم، وبالتالي لم يفرضوا حصار. ولكن عندما خسروا المدينة، هم الآن خسروا المدينة، لم يبقى معهم غير الممرات، ممر الستين خالي من السكان، وعندهم أيضا الحوبان باعتباره خارج المدينة ممر عابر نحو جهات أخرى. وبالتالي من يفرض الحصار والحرب على تعز يدعو إلى السلام، هذا يبعث على الغرابة. لكي يثبتوا حسنيتهم في مصداقية هذه الدعوة عليهم أن ينسحبوا ويفتحوا المعابر ثم يدعوا إلى السلام حتى نصدقهم. نعم دكتور، هل عندهم استعداد لفعل ذلك؟ طيب أستاذ مصطفى، يعني طالما نحن الآن بدأنا بدون يعني بشكل يعني بشكل غير مخطط في مبادرة السلام التي أطلقت يعني في تعز من قبل أطراف محسوبة على الانقلاب، يعني الأسماء التي تبنت هذه المبادرة هي أطراف محسوبة على الانقلابيين، وبالتالي المبادرة جملة وتفصيلا هي تنقذ الانقلابيين وتظهرهم من ناحية يعني طرف وكأنه طرف غير معني بما يحدث في تعز من حصار ومن قصف يومي، ومن جهة أخرى بأنها طرف أيضا مبادر مبادر للسلام في الوقت الذي لا زال هذا الطرف نفسه يحاصر ويقصف تعز على مدار الساعة. كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة أستاذ مصطفى؟ طيب، أولا لا سلطان البركاني ولا حمود الصوفي هم الذي فرضوا الحصار عن تعز. حمود الصوفي وسلطان البركاني شارك، لا أتحدث عنهم كأشخاص ولكن كجهة يمثلونها. لا كما تحدث أنتم طرحتم المسألة هذه أنه من هو وراءها. لا سلطان البركاني وحمود الصوفي ليسوا في وراء حصار تعز. سلطان البركاني وحمود الصوفي عندما قدم مبادرتهما لم يقدمها باسمهم، قدموها باسم لجنة معروفة ومعروف أسماءها وكلهم فيها، فيهم قادة في المقاومة وفيهم أعضاء في حكومة الشرعية وفيهم من مستشاري الرئيس، كلهم موجودين في هذه اللجنة. وأتحدى أي واحد منهم أن ينكر أنه عضو فيها، هذا واحد. الشيء الثاني مثل ما تفضلتي، طيب أنا اليوم قد لي سنتين، هل توصلت أنا لحل؟ هل أريد أن أنقذ أبناء تعز هذه من الجهات الكلية؟ نحن ضد الحصار، من اللي قال أن احنا مع الحصار ولا سلطان مع الحصار؟ ولا حمود الصوفي مع الحصار، من الذي قال هذا؟ إذا كانت المبادرة تتحدث عن رفع الحصار وفك المعابر والسماح بتحرك الناس داخل المدينة، أيا كان مصدر هذه المبادرة ليش أرفضها؟ ما هو المبرر أن أرفضها؟ أيا كان، حتى لو افترضنا جدلا وهو غير صحيح أن سلطان البركاني وحمود الصوفي مدفوعين، هل هذا ينقذ أبناء تعز أو لا؟ إذا فتحت المعابر أنا، ما هي الخسارة على أبناء تعز أن يتحركوا بحريتهم، أن تدخل المواد الغذائية وأن تدخل الأدوية وأن يذهب الطلبة إلى مدارسهم والناس يذهبوا إلى المستشفى؟ ما هي المشكلة فيها؟ كل الذين تكلمت عنهم المبادرة وكلهم وافق، وأتحدى أي واحد منهم أن يطلع ويقول أنا ما كنتش موافق عليها، أي واحد. وكلهم قادة وفيهم قادة في المقاومة، وأكررها، وفيهم أعضاء في الشرعية وفيهم المستشاري الرئيس. طيب أستاذ مصطفى، نحن تحدثنا وحتى في سؤالي للدكتور فيصل تحدثنا بأنه بعض يعني عناوين هذه المبادرة تبدو نبيلة ولصالح الإنسان في تعز. المسألة بسيطة، يعني كما قال الدكتور فيصل بأن من فرض الحصار على تعز ومن اعتدى على تعز بكل بساطة الأمر ليس بحاجة لمبادرة، فقط هذا الطرف ينسحب وفق ماذا؟ وفق المشكلة الكبيرة التي المتمثلة بالانقلاب. دكتور أستاذ مصطفى، دعني فقط أكمل السؤال. يعني المشكلة تعز هي جزء من مشكلة كبيرة ومن جريمة كبيرة متمثلة بجريمة الانقلاب على الدولة. مسألة عزل هذا المشهد واستقطاعه من المشهد الكبير لا يعد مغالطة كبيرة ومحاولة تجزئة المشكلة، يعني حتى تبدو أصغر بالنسبة مثلا للراعي الدولي. أنا مصطفى نعمان، لا يعنيني ما يدور بين الانقلابيين وعبد الرب منصور هادي من حوارات، لانهم يتحاورون على السلطه. انا تهمني تعز، يتحاوم يقهر دلحين ليش عبد الرب منصور هادي قلق على تعز. لكن تعز تقاتل من اجل الدوله استاذ مصطفى،
أنا أقاتل من أجل تعز الدولة هذه. نعم أستاذ مصطفى، لكن تعز تقاتل من أجل الدولة وتحت سقف الدولة. أنا شوفي، أنا رب إبلي، هذا اللي قاتل، هذا الذين يقاتلون من أجل الدولة جالسين هم يتقاسموها داخل الرياض وجالسين كلهم. أنا أتحدى واحد من هؤلاء الذين يطالبون باستمرار الحرب أن يعود إلى اليمن ويقاتل من أجلها، كلهم يطالبوا بالحرب وهم جالسين في فنادقهم، أما في الرياض، في القاهرة، في عمان أو في اسطنبول، يرجعوا لليمن ويقاتلوا، وإيش المشكلة؟ أنا أتكلم عن حصار على مدينة تعز، مدينة محاصرة، نحن نحاول أن نرفع الحصار عنها. نعم، من حاصرها؟ هل تحاصر تعز نفسها؟ لو نشي ندخل في القضية الكبرى بندخل فيها. نعم أستاذ مصطفى، ما الذي حاصر تعز وما الذي يقصفها؟ الحوثيين. نعم طيب، احنا مش منكرين. طيب دكتور فيصل، دكتور فيصل، طيب ساعود اليك استاذ مصطفى. دكتور فيصل الحذيفي، يعني الموضوع بهذه البساطه، هناك اخطاء واداء سيء بالنسبه للسلطه الشرعيه كما يعني فهمت من كلام الاستاذ مصطفى النعمان، وهذا بطبيعه الحال يبرر ايجاد حلول مجتزئه يعني هنا او هناك بعيدا عن المشكله الكبيره. كيف تنظر انت لهذا الطرح؟ هذا الطرح لا أستطيع أن أذهب إليه دون أن نقرأ محتوى أو نطلع على أهم ما ورد في المبادرة ردا على هذه التبريرات. أنا أحترم وجهة نظر الأستاذ مصطفى النعمان لأنه ذكر بوضوح لا يعنيه الطرفين، لأنه يدرك أنهم يتصارعون على سلطة وأنا أوافقه على ذلك، لكن ينبغي أن نكون واضحين في قراءة مدلول المبادرة نفسها. في مقدمة المبادرة ماذا تقول؟ توصف الحالة في تعز على أنها فتنة، وتوصيف الحرب على تعز والحصار على تعز باعتباره فتنة تجعل من مشكلة تعز على أنها حرب أهلية، وهذا غير صحيح. تعز تقع ضمن خارطة الصراع بين انقلابيين وسلطة شرعية، بين من صادر حق الإجماع الوطني، الناس تحاوروا وخرجوا بوثيقة وكل الناس موقعين عليها، وعندما رأوا بأن المآلات ستأتي إلى إخراجهم من المشهد لأن مطالبهم غير شرعية أنقلبوا على السلطة، وبالتالي هم لم يحاصروا تعز فقط، هم ذهبوا إلى عدن، هم الآن في شبوة، في الضالع، هم في كل مكان، ولكن أيديهم كل يوم تتقصقص. إذن توصيف في مقدمة المبادرة توصيف الوقف في تعز على أنه فتنة، هذه تعتبر مغالطة كبيرة، وكذلك إظهار سوء النية ممن قدم المبادرة، لأنه ينبغي توصيف الحقيقة كما هي بأنه في انقلاب، في صراع ما بين انقلاب سلطة شرعية. رقم اثنين، شوفي إيش الحل؟ أن يمسك الأمر في تعز أناس بعينهم كلهم أتباع النظام السابق، نعم، بحسب مدراء المبادرة، المديريات، الوجاهات، مدراء الأمن، البرلمانيين، يعني وبالتالي لا أعترف بالشرعية، وبالتالي هؤلاء يعني أتباع النظام السابق عليهم أن يعودوا ليمارسوا نفس الدور على تعز بعد أن قتلوها وحصروها سنتين. تعالي نشوف ما هي الأهداف السامية في المبادرة. ممتاز، السلام والأمن والتعايش. الحقيقة سلام وأمن وتعايش لمن؟ هل لأبناء تعز المقصوفين؟ لا، هم شعروا بأن هناك نية جادة لاستعادة الدولة، سواء بتحالف خارجي أو دعم خارجي أو بإصرار من أبناء تعز، وبالتالي هؤلاء الناس الذي تآمروا على تعز من داخلها لم يعودوا آمنين للعودة إلى تعز لمجرد العودة فقط، ولكن هم الآن في هذه المبادرة يبحثوا لهم عن أدوار أكثر من حجمهم، قاتل ومحاصر ومتآمر ضد تعز من أبناء تعز يبحث له عن دور أن يعود ليحكم، أن يعود ليمارس الدور، سلطان أن يعود البركاني، سلطان البركاني وسلطان البركاني ومن معه في هذه المبادرة، يعني هم حريصون على تعز وعلى مصلحة تعز بحسب طرح مصطفى النعمان. والله حرصهم على تعز حمد الصوفي وعلي البخيتي بحسب يعني التسريبات، يعني يعني الان علي البخيتي يعني وحمود الصوفي وسلطان البركاني هم الاكثر حرصا واخلاصا وانتماء لتعز، يعني حسب ما نفهم نحن من هذه المبادره الانسانيه العظيمه. بالله سلطان البركاني من هو؟ حمود الصوفي من هو؟ علي البخيتي من هو؟ اي ليس هؤلاء بيادق بيد مدير الانقلاب في صنعاء؟
يعني هؤلاء ليسوا مقاوتة وليسوا أناس عاديين يمشوا في الشارع ولا أناس أجانب جاءوا ليتدخلوا ضمن صلح أصلحك الله. هؤلاء ضمن النظام السابق يعني أمين عام مساعد البركاني، الصوفي محافظ ووزير وكذلك أمن قومي، ما حدش عرف فيه إلا بعد ما تعين إنه أمن قومي يعني مدرب، هذا معد من الصغر على أن يؤدي هذا الدور ووصل وانكشف. يعني هؤلاء الناس مربين على التآمر ومربين على البيع والشراء، وبالتالي تآمروا. اسمحي لي الساحة في تعز والثوار السلميين من تآمر عليهم؟ لم يكن سلطان البركاني وحمد الصوفي جزء من المشهد في التآمر على هؤلاء الناس المدنيين في القتل والاعتداءات؟ طيب إذن أستاذ مصطفى النعمان، إذن هذه المبادرات ليست لغرض السلام ولا لغرض إنقاذ الإنسان في تعز وأيضا وفي غير تعز، وإنما هي محاولة تحسين وضعية الطرف الانقلابي. كيف يمكن أن نفهم هذه المبادرات خارج هذا السياق طالما نحن نرى المقدمات هذه المبادرات وأيضا سياقها؟ هذه المبادرات لا تشير حتى للانقلاب ولا تشير لمرجعية بشكل صريح، يعني كيف يمكن أن نفهمها خارج هذا السياق؟ طيب اولا في نقطه شطره، الاتهام الاخ سلطان والاخ حمود الصوفي انهم اعضاء نظام سابق، النظام السابق هو من عبد ربه منصور منزل، كلهم نظام سابق، ما فيش احد منهم يقدر يبرئ نفسه من 33 عام من حكم علي عبد الله صالح، كلهم كانوا شركاء فيه. هذه واحده. الشيء الثاني، انا يهمني كيف ارفع الحصار عن تعز، هذه المدينه المحاصره الكل كان يطالب برفع الحصار عنها. اللجنة التي انبثقت بتوافق كل الأطراف، وأعيد أكرر فيها من الحكومة الشرعية وفيها من المستشار الرئيس وفيها من قيادات المقاومة وفيها من الانقلابيين، كلهم في هذه اللجنة، هم الذين كلفوا سلطان البركاني، وتحدى واحد منهم يقول غير هذا الكلام، كلفوا سلطان البركاني أن يقدم ورقة يطرح فيها مقترح، طرح هذه الورقة وافق عليها هؤلاء، ومن ضمنهم أقول مرة أخرى قادة المقاومة ومستشاري من الرئيس ومن الحكومة الشرعية. أستاذ مصطفى، بغض النظر الآن عن مبادرة تعز، دعنا نتحدث بشكل عام عن مبادرة السلام التي ظهرت منذ يعني 2015 حتى الآن. لماذا معظم هذه المبادرات، خاصة تلك المبادرات التي لا تأتي من أطراف دولية، يبدو الرابط الأكثر وضوحا فيها هو وجود المخلوع صالح وأيضا جناحه السياسي، كيف تفسر هذا؟ ما أنا الحين، هل هو طرف موجود ولا مش موجود؟ أولا المبادرات التي تصنع المجتمع الدولي لا دخل اليمنيين فيها، لا حد شارك فيها ولا حد وضع نطاق، تأتي من المجتمع الدولي، قدموا مبادرات تناقش بين الأطراف ورفضت في أغلب الأوقات، لا مخلوع ولا حوثي ولا عبد رب منصور لهم علاقة فيها، هذه قضايا تبحث على مستوى أكبر من مستوى هؤلاء وأكثر قدرة على التأثير، كل هؤلاء بيادق في اللعبة، ما حد منهم لا عبد ربه عنده قرار ولا الحوثيين عندهم قرار، القرار خارج، ولهذا إن إحنا نحاول ننقذ هذه المدينة بجهد محلي. على أي أساس أستاذ مصطفى؟ يعني على ماذا تستند هذه المبادرات؟ ما هي مرجعياتها القانونية والسياسية؟ احنا نتكلم عن مبادرة تعز، انها مرجعيتها القانونية قناعة ابناء تعز بان هذا حصار ظالم يجب ان يرفع، تفك المعابر، يدخل الناس الى مدنهم امنين، هذا هو الهدف منها. إيه يعني أستاذ مصطفى على أي أساس يقصدي أنه يعني أبناء تعز حاصروا أنفسهم وبالتالي أنتم تحاولوا تقنعوهم يرفعوا الحصار عن أنفسهم؟ كيف يعني نتكلم عن المحددات القانونية والسياسية لهذا الحصار، حصار وقصف منذ عامين، كيف بهذه البساطة بمبادرة مجتمعية من أشخاص موجودين هنا أو هناك تنتهي المشكلة؟ طب إذا كان في جاهد يستطيع أن يقنع هذا الذي هم حاصر مدينة تعز أن يقنعه بأن يرفع الحصار، هل نرفضه؟ ولا أجلس أتباحث أنا وهو ليش حاصر تعز؟ أنا عندما يكون معي مبنى يحترق وفيه سكان داخل فيه، أنا لن أبحث عن المتسبب، أنا سأبحث كيف أطفئ الحريق وكيف أنقذ السكان. بعدها ندخل في جدل من هو المتسبب ولماذا أعمل هذا وأعاقبه. اليوم تعز مدينة تموت ببطء، و
ويجب ان احنا او حتى معالجه زياده الناس متطور كوليرا امراض كلى. لا هل ترى بان الحريق استاذ مصطفى هل هو وانت تتحدث عن انه الاولويه لاطفاء الحريق، هل ترى بان الحريق متمثل في الحرب والحصار ام انه الانقلاب هو الشراره الاولى لكل تداعيات الحاصله في البلد؟ أنا ذا الحين عندي بيت يحترق، هل أروح أنا أدور من الذي حرقه ولا طفي؟ ما إيش الذي يعملونه أولاً؟ أنا أبحث كيف أنقذ الناس الذين هم داخل البيت هذا، أنا كيف أبحث عن المحاصرين؟ طيب اللي داخل البيت يا أستاذ مصطفى، اللي داخل البيت شخص يمتلك السلاح ويطلقه على المتواجدين داخل البيت، كيف يمكن يعني أن تزيح هذا الخطر والخطر لا زال موجوداً والسلاح بيد هذه الجماعة؟ أنا شوف يا أستاذ أسوان، أنا عندي مدينة تحترق، مدينة تتضور جوعاً، مدينة تعاني من الأمراض، مدينة ينقصها كل مقومات الحياة الأساسية. هل أجلس أبحث على أي حال أستاذ مصطفى؟ مدينة تعز لا تحترق، مدينة تعز تعاني من حصار وقصف من ألوية عسكرية معروفة تتبع من ونعم ومعروفة هويتها. أستاذ طيب سأعود لك أستاذ مصطفى، سأعود إليك، تحول إليك أستاذ فيصل. يعني أنت استمعت الآن لمنطقة الأستاذ مصطفى النعمان، لا داعي للحديث عن يعني من يقف ومن هي الأطراف، وأنا يهم هذه الأطراف التي تقدم الآن مبادرة السلام أن تنقذ الإنسان اليمني دون الالتفات لكل الظروف السياسية المحيطة بالمشهد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أستاذ فيصل، دكتور فيصل، وهذا ربما المنطقة الذي يتكئ عليه كثير من أصحاب هذه المبادرات، بأن الحلول العسكرية لم تصل إلى نتيجة في حقيقة الأمر خلال عامين من الحرب، ألا تعد هذه المبادرات مقبولة ومنطقية في ظل هذا الفشل العسكري والسياسي أيضا بالنسبة للجبهة الشرعية والتحالف؟ الحديث عن السلام يبقى مطلوبا سواء أن كانت الحرب لها يوم أو سنة أو 20 سنة. نعم. فالسلام هو في نهاية الأمر الخيار الوحيد للناس المتواجدين في الساحة. ولكن دعيني أعلق على الموضوع، كيف نخرج أو إلى بر الأمان عن طريق السلام؟ لابد أن يكون هناك إثبات حسن النية ممن تسبب في الحريق. يعني الأستاذ مصطفى نعمان يقول في حريق في البيت، ما هو اللي أحرق البيت واللي بيده وسائل الإطفاء؟ طيب يا أخينا بالله، أنت حرقت البيت وعندك وسائل الإطفاء وتقول لي تعال وقع لي التزام على أساس 1 2 3 4 من أجل أطفي لك الحريق. نفس القصة، يعني من أحدث الحرب وحاصر تعز هي نفس الجهة التي تطالب بالسلام، وبالتالي منطق يحتاج إلى تحليل سلوكي، وأرجو أن تسمحي لي لتحليل التحليل السلوكي للمبادرات المنطلقة من مدير الانقلاب في صنعاء. التحليل السلوكي تقول عندما قامت الثورة في 2011 وجد نفسه رئيس النظام في مأزق، إما يستخدم العنف وبالتالي يخشى من العواقب الغير معلومة، وبالتالي صنع لنفسه مبادرة وبحث عن من يسوق هذه المبادرة في الجانب الإقليمي، فوجد الملك عبد الله رحمه الله عليه أن يسوق المبادرة حقا لعبد الله صالح باعتبارها مبادرة خليجية من أجل يخرج فقط من المأزق ليبقى ويخرج الآخرين. نجح في هذا الجانب، فعلا خرج من المأزق، حصل على ضمانة، على حصانة، بدأ يدرس ما هي الخيارات أمامه للانتقام من هؤلاء الثوار ومن من وقفوا ضده، وبالتالي ظل في صنعاء وأخرج الناس خارج من وقفوا ضده. نفس القصة، المبادرة السلام الآن تريد أن تخرج مش فقط من مأزق الثورة كما هي المبادرة الأولى، ولكن من مأزق الحسم العسكري واستعادة الدولة، لأنه استعادة الدولة قائم في جميع الحالات. لو طالت الحرب 20 سنة كما الصومال ستعاد الدولة. في الصومال 20 سنة حرب، ما الذي حصل؟ ذهب أمراء الحرب إلى الجحيم واستعاد الصومال أنفاسه. وإذا فرضت على اليمنيين الحرب بنفس المنطق أيضا لن يقبلوا. هل أصحاب تعز، أبناء تعز أو أبناء اليمن بعد هذه التضحيات، الثورة ثم الحرب في السنة الثالثة، هل سيضحون؟ يعني اليوم نحن نبحث في هذه المبادرة عن ضمانات للقتلة للعودة، ليعودوا حكام ومشاركين في تعز. أتحدى أي واحد في المقاومة والشرعية يوقع على هذه المبادرة، لأنه لن يستطيع أن يضمن حياة هؤلاء الناس، ولن يقبل بهم الناس لكي يكونوا حاكمين. هؤلاء ستلاحقهم المحاكم والثأرات والانتقام الشخصي، وبالتالي هم يبحثون لأنفسهم عن مخرج كما بحثوا لأنفسهم عن مخرج في المبادرة الأولى. هذه هي التحليل السلوكي الحقيقي للمبادرة المنطلقة من نفس الجحر، من نفس مدير الانقلاب. نعم.
طيب في هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا أستاذ دكتور فيصل، يعني أستاذ مصطفى، يعني الدكتور فيصل تحدث وذكرنا أيضا بمراحل سابقة من المبادرات، توقف أيضا عند المبادرة الخليجية، وهي المبادرة التي تسامى وتسامح فيها اليمنيون مع المخلوع صالح بعد 2011، لكنه أيضا يعني بسبب أنها مبادرة غير منصفة وغير قائمة على العدالة وغير قائمة على محاكمة القتلة أيضا وإنصاف الضحايا، فشلت يعني وأجهضت بعد سنوات، وهكذا هو مصير كل المبادرات يعني التي لا تقوم على أسس سليمة، وهذا هو المخاوف الذي يعني تخوف منها اليمنيون. المبادرة الخليجية جاء بعدها مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب من أشعل الحريق الآن في البلد، جاءت بعدها قرارات دولية، كل هذه المبادرات لماذا لا تدفعوا أنتم كنشطاء سلام في العالم لتنفيذ هذه المبادرات إذا كانت فعلا نواياكم السلام وحسب ليس إنقاذ الإنقلابيين؟ لماذا لا تتمسكوا في القرار بالقرار الأممي 2216 الذي يؤكد على السلام ويؤكد على عودة الدولة وعلى إيقاف كل أشكال العنف في البلد؟ هو شوف، إذا الحين إذا بدأنا بما قاله الأخ العزيز الدكتور فيصل، المبادرة الخليجية عملها على عبد الله صالح وخدع بها العالم وخدع بها بغض النظر عن هذه التفاصيل أستاذ مصطفى، لا توضح هذه النقطة، إذا كل ما بعدها باطل، خلاص نبدأ من هناك وكل مبادرة باطلة، ما عادش عنديش مشكلة أنا. الشيء الثاني، الدكتور فيصل يدعو إن ممكن تستمر الحرب من أجل نحقق الأهداف، تستمر الحرب وإيش المشكلة؟ يموت الناس ويبقى الحصار وما يشغل. أستاذ مصطفى، الدكتور فيصل تحدث معك من تعز، أنت الموجود خارج البلاد الآن، يعني هو يتحدث عن تضحيات أبناء تعز خلال عامين. طيب أبناء تعز لم يفتعلوا هذه الحرب، إنما جاءت إليهم وهم يدافعوا عن مدينتهم تحت سقف الدولة. أنا عن هل أنا دافعت عن الحرب؟ هل أنا دافعت عن الانقلاب؟ هل أنا قلت أن ما حدث كان صحيحا؟ أنا أقول أن كل ما حدث كان خطأ. ماذا أصنع اليوم؟ هل أحاول أن أنقذ هذه المدينة ولا أقول لأبنائها ظلوا على ما أنتم عليه إلى أن يحلها الله، وبعد 10 سنين 20 سنة مثل ما قال الدكتور فيصل الصومال قاتلوا واستعادوا الدولة. نعم أستاذ مصطفى، الدولة إحنا نعرف إيش حصل في الصومال، لا استعادوا دولة ولا قاوموا، هذه عملية دولية خارجية هي التي استعادت الصومال، لا الصوماليين قاتلوا من أجل استعادة دولتهم، كان الثولة عليها كانوا جماعة. أستاذ مصطفى، بعيدا عن استخفاف تضحيات اليمنيين، طيب أستاذ مصطفى، بعيدا عن هذا الاستخفاف بتضحيات اليمنيين من أجل استعادة الدولة، أنا سألتك سؤال محدد، لماذا لا تتمسكوا أنتم كدعاة سلام وكحمائم سلام حول العالم بمبادرات السلام المتمثلة في القرار الأممي 2216؟ الذي يطالب بالحرب هو الذي يستخف بأرواح اليمنيين، الذي يطالب باستمرارها هو الذي لا قيمة له بأرواح اليمنيين، له هدف سياسي، هدف إنساني، أيا كان، هو الذي يستخف بأرواح اليمنيين، الذي يهم أرواح اليمنيين، أي مبادرة سلام تنقذ روح واحدة، روح طفل، روح امرأة، روح كهل، طيب طيب أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى ما عنديش مشكلة فيه. طيب أستاذ مصطفى، هل تعتقد بأن أرواح اليمنيين لن تنقذهم إلا مبادرات حمود الصوفي ومبادرات كيري ومبادرات القادمة من ألمانيا؟ لماذا لا تنقذ أرواح اليمنيين مبادرات الأممية؟ لماذا لا تنقذهم مخرجة الحوار الوطني؟ لماذا تبحثون عن حلول بعيدة عن المرجعيات الدولية التي فعلا يمكن من شأنها أن تصنع السلام في اليمن؟ المرجعيات الدولية لا تعيد حق، ما عادش الحق للفلسطينيين، ما شرجعش الحق لي، لن تعيد حقوق اليمنيين إلا تفاهم اليمنيين الذي يركن على 22/16 والذي قبلها والذي بعدها، سنرى ماذا سيحقق. أنا أقول لك من اليوم، لن تحقق لليمنيين السلام إلا المبادرات الداخلية، لا المبادرة الخليجية حققت لهم سلام، ولا مؤتمر الحوار الوطني حقق سلام، ولا القرار 22/16 حقق سلام، لن يحقق السلام لليمنيين إلا أن يتفاهموا مع بعضهم. أنا قلت لك هو بوضوح، نحن ضد الانقلاب، لسنا مع الانقلاب، نحن مع الشرعية، ومش شرعية هذه، شرعية الدولة، لكن أن أحاول أن أنقذ روحا واحدة وطفلا واحد داخل اليمن، أن أبذل فيه اليهدي ما بعد، الذي عنده استعداد وعنده قدرة أنه يقاوم ويتحصل على أكثر من هذا ما عندناش معنى.
يعني أنت لا تعترف بنضال الشعوب من أجل تحقيق كرامتها وحريتها واستعادة دولتها؟ لا لا، الحين إذا ندخل في الشعارات هذه الكبرى، لا لا مش شعارات، أنا أسألك يعني هل تعتبرها شعارات؟ على فكرة نيلسون مانديلا خرج بعد 27 سنة لم يقاتل الفيل، بعد 27 سنة في السجن، ما قالش أنا الشيء انتقم من البيض الذين سجنوه، دخل يحاورهم وحقق السلام لبلده. إذا كنا نشيل أما الشعارات الكبرى أنا ممكن أصلا ممكن أستخدمها، أنا ما عنديش مشكلة فيها. طيب دكتور فيصل، دكتور فيصل، إذا لن يحقق السلام لليمنيين إلا مبادرات داخلية محلية. الدكتور الأستاذ مصطفى النعمان كشخص مطلع أيضا وهو يتحرك في هذا الإطار بشكل مكثف يرى بأن القرار الأممي ربما هو يتحدث عن المرجعية بشكل عام ليس من شأنها أن تحقق سلام في اليمن، وأنه ربما هو يتحدث ربما يعني هذا هكذا ما فهمت من كلامه بأنه عن مبادرة أخرى ربما تتخلق خلال الأيام القادمة بصياغة أخرى هي التي يمكن أن تصنع سلام في اليمن. ما رأيك دكتور فيصل؟ صحيح الحوار الداخلي يمكن أن ينجز سلاما، ولكن الطرف المعتدي عليه أن يبدي حسن النية حتى يستوعبه الطرف الآخر المعتدى عليه. يعني أنا الآن عندما أطرح شرط رفع الحصار فقط على تعز مقابل أضمن سلامة أتباعي القتلة والخونة والتابعين لي الذي ظلوا يحاصروا ويبولوا إلى المياه، يعني حتى كيلو الطماط في 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 الدحي كان يدعس في 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 في, في الأقدام. يعني هذه المرأة التي أهينت والطفل الذي قتل والأسرة، يعني في كل أسرة في ضحية. أنا مع 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 الإيمان بأن مبادرة السلام الداخلية هي الأكثر نجاحا، هذا لا شك، ولكن هناك طرف معتدي إذا كان صادقا بمبادراته عليه أن يثبت حسن النية، يسحب قواته. على الأقل هناك يا أستاذة ويا أستاذ مصطفى، هناك خسة حتى في الحصار. الإسرائيليين يسمحون للفلسطينيين للحالة الإنسانية، للمرض، للدارسين، للعمال بشكل دائم. يعني هذا لم يسمح حتى للحالة الإنسانية في الأعياد في رمضان، للحالة الإنسانية للأطفال للعمال ما فيش. لا يا جماعة صلوا على النبي. هو يقول لك دكتور كيف فيصل، أنا أصدق؟ هو يقول لك الآن هم يقدموا مبادرات لإنقاذ هذا الإنسان، يعني هو تحدث عن مبادرات لإنقاذها لحالة الصعبة التي تعيشها تعز. يقدم في البداية يقدم حسنية، يرفع الحصار، تعالوا نأخذ مبادرة مش على تعز فقط، على اليمن كامل، وبالتالي نرفض التدخلات الخارجية عن بكرة أبيها، نرفض التدخل الخليجي ونرفض التدخل الأممي، ونجلس على طاولة حوار كما كنا في مؤتمر الحوار الوطني. ألم نكن عقلاء وحضارين في مؤتمر الحوار الوطني؟ ما الذي أفسد هذا المسار الذي أثبتنا فيه كيمنيين أننا أمة محترمة وأمة حضارية؟ الذي أفسد هذا الذي أفسد هذه الصورة هو هؤلاء الذين انقلبوا على الإجماع الوطني وعلى الشرعية، وعلى كما قال الشرعية المجتمعية، شرعية الدولة. الناس اتفقوا على مخارج معينة وسجلت كل مظالم الناس، مظالم صعدة، مظالم الموظفين المطرودين، مظالم الجنوب، يعني كل الناس تحدثوا، وبالتالي وصلوا إلى وثيقة علينا أن نطبقها. 3 أشهر نعمل استفتاء وانتخابات ونجدد شرعية السلطة، ولكن هؤلاء الناس عندما انقلبوا وقتلوا الناس وهجروهم وحاصروهم الآن يقولوا تعالوا بادر سلام. طيب اعطينا حسنية، اثبت لي حسنيتك، افتح الحصار وتعالوا نعمل مجتمع، يعني مبادرة لليمن كامل وليس لتعز. نعم، إذا ما هي ضمانات أستاذ مصطفى النعمان؟ يعني إذا كنت تتحدث الآن عن مبادرات محلية ومبادرات داخلية يمنية، ماذا عن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني؟ ألم يكن اليمنيون جالسون على طاولة حوار وكانت أيضا بإشراف دولي، ومع ذلك لم يكن هناك أي ضمانات للطرف الآخر لتنفيذها الذي انقلب عليها؟ يعني حديثك الآن عن حوار يمني جديد، ما هي ضماناته؟ وهم قدموا ضماناتهم. المجتمع الدولي جلس معانا من 2011 لليوم، وإيش عمل لنا؟ ماذا الذي قدموا؟ وإيش نفع اليمنيين المجتمع الدولي؟ ماذا قدم لها؟ لا المبادرة الخارجية نفعتهم، ولا المؤتمر الحوار نفعهم، ولا 22/16 نفعهم. اليمنيين، وأعود وأكررها، هم اللي قدموا كل واحد ضماناته للآخر. وأنا أقول أنا في رأيي وأعيد أكررها، أنا يهمني رفع الحصار عن تعز.
الحديث عن مجمل القضية اليمنية هذه لا أحلها أنا ولا يحلها الدكتور فيصل. هذه قضية وستجمعنا الأيام إن شاء الله مرة أخرى إذا طال بنا الأمر. هي قضية سلطة يتنازعها طرفان، والله لا هم همهم يعني مش انقلاب، مش انقلاب متمردين أستاذ مصطفى. أنا قد أنا أقول لك أنا نسميهم انقلابيين، ما احناش معترفين بما عملوا، ما حدش يدافع عنهم. أنا أقول أن ما الذي عملوا احنا ضده، لكن أنت اليوم قدامك هذا الأمر، هل استمر أخليهم يحاصروا تعز ولا أحاول أنا أخفف هذه المعاناة عن هذه المدينة المنكوبة وبعدين أبدأ أبحث. طيب جميل أستاذ مصطفى، يعني ما اختلفناش احنا على الأهداف. أنا أقول لا بس لحظة أستاذ أسوان، الإخوان إذا هم في عدن ما يهمهم تعز ولا هم سائلين في تعز، الله يسهل عليها. واحنا محمولين بهم اليمن كلها، خلينا نحمل هم تعز كذا مرة واحدة نتكلم عن تعز. لا حد سأل عن تعز الحين خارج المدينة هذه. عبد ربه منصور والله ما عنده دقة ولا تدمر تعز ولا تحترق تعز. أحمد بن دغري يعطي لنا تصريحات كم ما يريد، لكن هل أحد قد قدم مساعدة لتعز من هؤلاء؟ ما حد. وإحنا عارفين طيب ما هي مرجعية أستاذ مصطفى، ما هي مرجعية الحل هذه في تعز وما هي ضماناته؟ أنا سألتك عن ضمانات بشكل عام، أنت قلت لن تتحدث عن مبادرات بشكل عام، ستتحدث عن تعز، يعني باعتبارك أحد أبناء تعز ربما مطلع أيضا على المعاناة التي عاشها أبناء تعز. أستاذ مصطفى، هل من المعقول أن نتحدث عن مبادرة لأبناء تعز أو لمدينة تعز التي عانت الحصار والقصف والألغام على مدار يعني ما يقارب 3 أعوام تنتهي بمبادرة مجتمعية هكذا دون الحديث عن معاقبة ومحاسبة من تسبب في كل هذه الجرائم وقبر ضرر الضحايا؟ المبادرة الموجودة الآن بين أيدينا لا تتحدث أبدا يعني عن الطرف الذي تسبب في هذه الجريمة، ولا يتحدث عن أن ما حدث في تعز جزء من مشكلة، جزء من انقلاب والدفاع عن الدولة. أنا مستعد أن أكون واحد من الذين يوقعون على أي مبادرة يطرحها أي طرف آخر تبدأ بالحديث عن معاقبة المعتدين، معاقبة الذين حاصروا، ونبدأ نبحث عنهم ونعاقبهم ونسجنهم والمدينة محاصرة لأنهم لن يستسلموا. خلوا الحين احنا نتكلم بواقع، ما نتكلمش بشكل عواطف. أيوة أتكلم بواقع أستاذ مصطفى، أتكلم عن ضمانات، يعني ما هي ضمانات هذه المبادرة؟ إنه بيفتح لك المعابر، إيش عتشي من ضمانة؟ فتح لك المعابر. إذا وافق على فتح المعابر هذه مش ضمانة، إذا سمح بحرية تنقل الناس هذه مش ضمانة، إيش الضمانة الأخرى المطلوبة؟ طيب أستاذ مصطفى، يعني تفتح المعابر في تعز وكأننا يعني حرب منذ 3 أعوام لإغلاق معابر انفتح معبر، يعني هذه هي المشكلة، يعني ألا ترى بأن هناك حرب في اليمن ومشاكل إنسانية من طرف اليمن لا من أقصى اليمن إلى أقصاه بسبب هذا الانقلاب ومن تسبب فيه؟ الحين أنتم تتكلم الحين يا أستاذ أسوان، هل الحديث عن تعز ولا عن اليمن؟ إذا كنتم نتحدث عن تعز، نتحدث عن تعز كجزء، أستاذ مصطفى احنا نتحدث عن تعز كجزء من مشكلة يمنية كاملة وشاملة. أنا شخصيا ما يهمنيش إلا تعز، أنا شخصيا مصطفى نعمان ما يهمنيش تعز، وما يهمنيش إن عبد ربه منصور يرجع لصنعاء ولا ما يرجعش، ولا يرجع شرعية ولا ما يرجع، أنا يهمني إنقاذ ما تبقى من أبناء تعز. طيب أنت باعتبارك يهمك فقط أبناء تعز، برأيك لماذا يقاتل أبناء تعز منذ عامين؟ لماذا؟ نعم أنت الشراء يعني الحقيقي؟ نعم، لأنهم دفعوا إلى هذه الحرب دفعا، نزل الحوثيون بلا منطق وبلا مبرر لا داخل تعز، حاول أخ أبناء تعز أنهم يخرجوهم، دخلنا في هذه المعمعة. أبناء تعز هم دفعوا أنفسهم للحرب؟ هم حاربوا أنفسهم؟ أنا أقول لك هذا نزلوا لا تعز، نزلوا لا تعز قوات الحوثيين وعسكر الحوثيين نزلوا إلى تعز، أبناء تعز قاوموهم، ما إيش هو سر هذا؟ مش سر، ما احنا عارفين هذه القصة. طيب ما الذي حصل خلال هذين العامين؟ من الذي أنقذ تعز؟ ماذا قدمت الشرعية لتعز؟ إيش عملت لها؟ أنا ذا الحين إيش أنقذ الشرعية وهي التي لم تقدم لتعز شيئا؟ أين محافظ تعز موجود الآن؟ طيب دكتور فيصل، يعني هذه المعادلة معادلة الشرعية وتعز والمعاناة الإنسانية في تعز، كيف يمكن الفصل فيها؟ يعني وهو سؤال أخير دكتور فيصل، يعني كيف ممكن فعلا أن نفصل بين الحديث عن معاناة أبناء تعز وعن المعركة أصلا والهدف الذي يعني جاءت لأجله هذه المعارك أو خاض لأجلها أبناء تعز هذه الحرب ويعني تعرضوا لكل هذا التنكيل؟ أنا أؤكد وأزكي كلام الأستاذ مصطفى النعمان بأنه الأطراف المحلية هي الأقدر
على تجاوز الحرب مهما كانت كلفتها ومهما كانت آلامها. لكن أي مبادرة لتعز، ونحن نؤكد أيضا على تعز، ولكن تعز أيضا في إطار اليمن، يعني لا نستطيع أن نمضي ولا سنتيمتر واحد في المبادرة دون ثلاث أشياء سابقة لها: رفع الحصار، إطلاق المعتقلين، وقف إطلاق النار، ثم الدخول في الحديث عن مبادرة السلام تنهي الحرب نهائيا. هذا هو المنطق، يعني بدون هذه الثلاثة السابقة لا يمكن نتكلم عن مبادرة. يعني أنا أضع أحاصرك وأقوعك وأقتلك وأتهمك وأعتقلك، يعني بالأمس تصوري، يعني ثلاثة من الناس يتصلوا بي، أحذر صديقي من البلاد عبد العزيز المجيدي، يفتشهم لأنه لقبهم مجيدي يفتشونه. تعرف الصحفي عبد العزيز المجيدي يقول له لا ما أعرفوش، يضطر ينكره مع أنه يعرفه. شخص واحد يلاحقه من بجميع النقاط يسألوا عنه لأنه في واحد مكتوب البطاقة حقه مجيدي. فالإنسان حتى لو فتح الحصار سيظل ملاحق، ايش ليس حلا. اذا ما هي الضمانات قبل المبادرة في اقل من دقيقه دكتور فيصل، ما هي الضمانات لاي حل؟ يعني محل ان يثبتوا حسن النيه، نعم يثبتوا حسن النيه برفع الحصار بشكل ذاتي، اطلاق المعتقلين، وقف اطلاق النار، ثم الدخول بمبادره ممكن تؤدي الى حل. هذا هو. اشكرك دكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز، كما اشكر الأستاذ مصطفى النعمان أيضا كان معنا من البحر الميت عبر الهاتف. وأشكركم أعزائي المشاهدين طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر ومنتج البرنامج كمال حيدرة وكافة الطاقم الفني للبرنامج. إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.